بكل الود بكل الحب نتواصل وتتواصل جولاتنا في مختلف أرجاء هذا الوطن العزيز. اليوم جينا المدخل متاع باردو، ما هو جاية اعتباطية، احنا اليوم على أبواب فصل جديد من تاريخ تونس، ولا معناتها نوفو شابيتر من تاريخ تونس بالانتخاب متاع مجلس نواب جديد، ونعرفوا أن السلطة عند مجلس نواب الشعب. هذاك علاش حبينا نبدأ باردو بلاد التاريخ اللي تشهد عليه الحناية، هذيك بلد التاريخ اللي تشهد عليه معاهدة باردو، اللي تشهد عليه مجلس نواب الشعب. اليوم اللي يلتئم ويجتمع لهنا في باردو أكيد نسبة عالية من النواب باش يتعداو من هنا. احنا قبل ما نبداو الجولة متاعنا باش نوريو الخنار متاع المارشين متاع باردو هذايا، قبل نحب نوجه التحية لصديقي محمد بن عمار، كان لاعب سابق في الملعب التونسي مستقبل مرسى، وكمل كاريره في الأردن، مش كمل كاريره، هو عمل كارير جديدة في الأردن من السنة الماضية، مشى يلعب في الأردن. هو ولد الدار هذا، ولد صديقنا فيصل بن عمار، نهنيه اللي احتفل بزفافه إن شاء الله بالرفاه والبنون هو وزوجته شادلية. دونك مبروك عليك محمد، مبروك زادة كيف على فيصل، صديق الإعلاميين الكل. وإحنا يا جاسم النوري اللي قاعد يأمن لكم في هالصور، هذه صور المرشي المرأة بالله. اي خلينا يا اخي سامحني، تزمر علينا، فرح بالمرشي انت، فرح بك انت. لا حبيت نسالك على رايك في المرشي في باردو بلاد السلطه. رايي والله الغلاوي لك، وانت تشوف على عينيك واحد الوسخ اخزر في باردو، في قلب باردو. كيفاش في قلب باردو؟ في قلب باردو، والوسخ والزبابل والشاي ملوحه، شاي يعمل العام، شاي حشم. دونك خلينا عايشك ان شاء الله، نهارك مبروك. جاسم باش ناخذوا بانو على المرشي اللي كان مرشي لهنا والناس خرجت. اي انا باش ناخذوا صوره على الوضع المزري نتاع الفضاء هذايا. دونك هذاك اللي خلى ان شاء الله يتصلح المرشي، ان شاء الله يتصلح المرشي باهي، ان شاء الله ويعينكم ربي، يبارك لكم في صحتكم في نظركم، ربي يفضل البلاد نتاعنا تتستوى ان شاء الله يا ربي. بلا ياخذ هكا مثالش، مش لازم ندخلوا، ما اسمع كلهم يعيطوا لي بالله الداخل. هذا كان الفضاء، الناس كلها خرجت، وتوا انا واقف من بكريكا والناس تقول لي نحبوا نرجعوا لهنا، نظفوا لنا البلاصه. شوف يا رسول الله، شوف هاكا غاديك دبوا نتاع دبابز بلاستيك. على كل هذه الصوره، وبطل نحكي واحنا مع مالي المول لهنا. قداش سوم لمبوكا غاديك؟ 12600. سلام، اهلا بك مدام. يا مدام سيدي، طب الحق هذوما مغلويين. نفضلكم الحومه انا لانه هذاك سي بشير صديقي، راهو انا نحب ندكك عليه شويه هكا نفضلك طاهر. دونك نحب كلهم باهيين، نهارك طيب، كلهم حلوين، تحفونين يعملوا شويه بلايك. باهي يعملوا البلايك. مرحبا بك وبيك، واهلا وسهلا. مرشينا في باردو. اي طار تو هكا ترضاو تقعدوا تخدموا هكا، انا جاي شتا راهو. شنو اش باش تدخل داخل هكا تشوف فيه، شفتوا شايك وشايب عليه الجرابه والوسخ والخمرج ونتنح حشاك، وفيه حاجات ما تصلحش. بالناس من احنا ما يساعدينش نخدموا لبرا، والطريق العام هذا نورمالمون كراه ماشي وجاي، تسمع فيه وذري صغار تمشي للمكتب. احنا يساعدنا كان يتلق المرشي غاديك تسمع فيه، نولوا احنا خويا نخدموا لداخل، خويا نصبتوا ماء وذو ويبدا مرتاح، غطي نصبك ويروح على روح مو لاباس. احنا تشوف سلعات تتعرض حتى للسرق، صدقني تعرض حتى للسرق. نساعة ساعة نجي نسال السلعة تلقى ناقص، واش عندك ان شاء الله؟ باهي ثم تروح اليوم. ثم رد بالك. اي سالته قلت له دكتور، يبقى الدكتور اجا بحذانا دكتور. يودي كيفاش ليه لازمك تجيب بحذانا تعطينا رايك في المرشي نتاع حومتك؟ المرشي عادي. عادي. والله عادي. راهو هذا الدكتور التويتي خو المرحوم الله يرحمه سيري ذا التويتي، اللي كان عارفي في وقت من الاوقات الله يرحمه، ومن بعد كان وزير التجاره وخلى بصمات كبيره. مرحبا بك دكتور. السلام. ما يحبش يكلمني راهو هكا متخبي. اجي نشوفه لهنا عاد. اي اخوي اي السلام، اهلا بك. الله يعينك. البصل ب 16؟ وين وصل البصل الشتوي؟ لبسال الشتوي مازال ما جبناهش. هيا باهي. قداش المعدنوس اليوم؟ لا خليه. قداش المعدنوس؟ 400 المعدنوس. ب 400 المعدنوس والرجل.
البجل 800 والبجل 800 ما عرف قديش ما يتخدم ب 1300 وب 1400 في المرش في المرش ما في بالك بها قديش ان شاء الله يرقلوه. احنا جايين لهنا باش نقولوا لهم بلا يجاو يرقلوه. الزيتون ب 2500 الكيلو التكوبري هذا مسخ مسخ ان شاء الله ان شاء الله. جاسم احنا باش نعملوا ضربه هكا فريب خاطر من بعد تيك من الغادي كما قلنا احنا الناس خرجت من المرشي لانهم هك شفتوا الحاله المزريه كما قلت احنا اي مسج كما قلت انا معناتها بعد بعض امتار على مقر السياده اللي هو مجلس نواب الشعب. دونك ان شاء الله النواب الجدد يعملوا لفته هكا بسيطه لفته صغيره باش خذ بانو على اسوام الغله خلي الراجل كامل يفطر على روحه هذيك. دونك اي كمل هكاك رد بالك هذيا قدامك ساعه فوالا رد بالك وكملوا في النصبه هذيك. احنا كما قلت دونك بعد تقريبا 500 متر ولا 800 متر على مقر السياده الفعليه خليني نقول انا هاي البطاطا بلاش بلاكا دونك من غير ما نحكيو لا لا سامحني هو حط بلاكا هاي هايك هذه متاع تونس اي اخويا متاع الخارج ارخص وهو متاع تونس زاد تقول واحد حط يده في سناء الطماطم بلفين بلفين هاي هاي جاسم طماطم بزوز دينارات هاي في بالي بها تبعت اليوم في مرشي الجروب 2000 راني انا كي قبل ما نجيك نعمل طله راني على مشريه ب 19 من عوزه اي في بلاد الانتاج عوزه بلاد انتاج وهي وغير الملح و كحله من داخل ايوا ما تيبش وتقليها تولي كحله فعلا نقعدوا ناخذوا ملا بطاطا غاليه ما ناخذوهاش لا لا ما ناخذوهاش ترخص تولي باهية بطاطتنا باهي اما هذه بتاع الخارج نقاور كلها كحله لداخل كعبه قد هكا لطف بالنسبه للخضاره الطماطم والبطاطا بالخساره نوريك ديشي نتاعها هذيك والله مش نعرف 17% والوكيل يجي يختار هذه ريتها هذه مش هي ب 17% زيد حمالتها خاطر باهيه ومن بعد تيب فيسع الطماطم وانتم ناسبين البر باهيه باهيه جيبوها ب 2000 تجيك ب 2400 وزيد فيها ديشي فهمت وهذه تزير ما تدومش تو ترجع والبطاطا تو تطيح هكا باش نكون كملت انا الجوله نتاعي بالنسبه للتسوق والذوق نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد في الاثناء ديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح.